لو سهلة سي عماد. أهلا وسهلا، عسلامة. مرحبا. إذن كما قلت سلسلة من الوقفات الحجاجية اللي انطلقت بداية من يوم الاثنين. سي عماد تسمع فينا؟ سي عماد كاتب عام النقابة الأساسية للمركز الوطني الإعلامية. سي عماد الزاير من عرش كان يسمع فينا. نسمع فيكم نسمعوا فيك، نحن ما كناش نسمعوا فيك. حافظ على نفس البلاصة يفضلك. كما قلنا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية من الاثنين حتى الجمعة. الجمعة اليوم توفى. اي للمطالبة بجملة من المطالب. أنا زوز مطالب، هما أهم مطلب هو إمضاء اتفاقيات تاع مشاريع ناجحة بالمركز، والمركز عنده ميزانية خاصة. هذاك مدخول للمركز، المحافظة على ديمومة المركز والمردودية بتاع المركز. عندنا جملة المشاريع اليوم هذا من غير اتفاقيات ممضات. وعندنا مطلب آخر هو العدالة الاجتماعية، المساواة في الأجور والمساواة في المنافع الاجتماعية على غرار مراكز إعلامية أخرى في تونس. أي هذوما أهم زوز مطالب. أي بيه. بالنسبة للمطالب هذوما فماشي تفاعل من عند سلطة الإشراف فيما يتعلق بالمطالب هذه؟ اليوم هذا ما ثم حتى تفاعل. عن اليوم عملنا وقفات احتجاجية بكثير، وزدنا وقفات احتجاجية بخمسة أيام، ونزلنا ننتظر في تفاعل جدي وصريح. تنتظروا في الترفيع على جدي وصريح، يقول لنا سي عماد الزاير. به اذا مجموعه سلسله الوقفات الاحتجاجيه بدات من الاثنين تتواصل حتى الجمعه. اليوم عندنا وقفه من 10 ل 11. من 10 ل 11 كما قلنا اهم زوز مطالب كان نزيدوا نذكروا فيهم. ذكروا بهم المطالب هو امضاء اتفاقيات في مشاريع كيما الهويه، المعرف الوحيد، منظومه الدعم، اوفيس 365، كذلك العداله الاجتماعيه، المساواه في الاجر، المساواه في المنافع الاجتماعيه على غرار مراكز اعلاميه اخرى مماثله لمركز الوقت الاعلاميه. واضح. مشكور جدا سي عماد الزاير. ميرسي بوكو، ربي يفضلكم. مشكور جدا سي عماد الزاير، كاتب عام النقابه الاساسيه للمركز الوطني للاعلاميه، اللي قلنا مجموعه او سلسله من الوقفات الاحتجاجيه من الاثنين حتى الجمعه، اليوم اخرها وقفه احتجاجيه من 11 حتى النصف النهار. مشكور جدا مره اخرى. كنت ذي الرادر اليوم، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النصف النهار من